بالضبط. هذا بورخس اللاعب البرازيلي يغيب ايضا بعد اصابته التي ابعدته على الميادين لمده 3 أشهر كامله. فوري في التنفيذ، هل يفعلها هانسن او نارسيس؟ نارسيس والتصدي، التصدي، لكن ما زال هناك فاول. هذا فيت كافتشنيك ايضا يغيب عن المقابله، والتنفيذ سيكون لميكل هانسن الثانيه الاخيره. التنفيذ لميكل هانسن، هل يفعلها مثل اولمبياد لندن امام منتخب روسيا او في يورو، في اليورو السابق عند تسجيله ضد اسبانيا؟ والدفاع يتصدى، لم يفعلها ميكل هانسن. نهايه الشوط الاول 13 هدفا مقابل 12 لاصحاب الارض والجمهور فريق مونبولي. نتيجة الشوط الأول مشاهدينا الكرام 13 هدفا مقابل 12 لصالح مونبولي بعد شوط أول مثير. نبدأ معك روك، كيف رأيت مستوى المباراة خاصة وفريق البي اس جي الذي كان ربما قريبا أخذ الفارق وربما قتل المباراة من الشوط الأول، لكن ربما الظروف لم تسمح لفريق البي اس جي خاصة على مستوى الدفاع قبل أهداف ربما سهل. كيف أقول ذلك؟ يمكن أن تشعر بأن الفريقين متوترين نوعا ما. طبعا هذا طبيعي في الكأس، لكن أعتقد أن ديغو سيموني لا يلعب مع مونبولي وهذا طبعا يفتقده الفريق. ومن الناحية الأخرى هناك صعوبات في الهجوم، الدفاع جيد من الفريقين ولكن بي اس جي لا يلعب بثنائي وسط ميدان جيد منظم اللعب، والدفاعات جيدة من الجانبين، لكن كما قلت من يلعب أفضل دفاع يفوز. ربما اليوم باتريس كاني حاول يتعامل مع المباراة بطريقة خاصة لأن جيجو غيابه اليوم أثر، وأيضا ديغو سيموني حاول يلعب بعصام تاج. هل هذا ربما الحل الأمثل بالنسبة لباتريس كاني ومونبولي، اللعب بدائرتين لتفكيك دفاع بي اس جي؟ هو طبعا الهدف من كده ان هو مش عايز يغير تغيير في الدفاع ويستغل الجري الفاست بريك، يعني مش عايز يبقى فيه تغيير على مستوى الهجوم الخاطف، فهو بيخلي عصام تاج ان هو يكمل في الهجوم، وهو اعتقد هو ناجح فيها. هو في فترات طبعا ما قدرش ان هو يحرز فيها اهداف الفريق، لكن اعتقد ان هو اعاد انفاسه ورجع تاني للقاء، وده برده بسبب لعب او دفاع الفريق اللي هو البي اس جي اللي هو ما كانش بيدافع باسلوب شايفينه ان هو قوي. ال 6-0 اللي كان بيدافع بيها دفاع كانت متقدم 1-1، كوبليار او فوري ما عندهمش المقدره اللي هي اللي انت يلعبوا 1-1 ويقدروا ان هو يوقفه، فهم كان هو ده اللي كان بيستغلها فريق مونبولي. اليوم لاحظنا قوه مونبولي ليست في الدفاع وانما كالعاده في الحارس اوميات، هفوات دفاع مونبولي ربما اصلحها الحارس تيري اوميات. يعني انا شايف ان فريق مونبولي بيدافع 5-1، طبعا اللي شايل العبء الدفاعي طبعا عصام تاج لان هو بيدافع في الواحد اللي قدام، فهو بيستقبل اي باك داخل على النص او السنتر. طبعا اومير طبعا من خلفه، هو اومير احنا عارفين هو مميز جدا في التصدي للتصويبات اللي هي من على 6 أمتار، فهو اعتقد ان الفريق مونبولي ناجح ان هو يوقف خطوره فريق باريس سان جيرمان، طبعا لان هو بيلعب باسلوب واحد باريس سان جيرمان، هو نزول باك من الباكين عملها اكثر من 12 مره. ماذا نلاحظ بالنسبه لفريق البي اس جي اليوم؟ الحارس انوني ايضا كان حاسم، وربما ثنائيات كبيره بين انوني من جهه واومير من جهه اخرى. يعني اليوم لم نتفاجأ بمردود انوني، هل لانه وقع عقد جديد مع البي اس جي ليواصل الرحله لمده 2 سنوات إضافية؟ No, we're not surprised by لا ليست مفاجأة أنوني. أعتقد أن مشاكل البي اس جي في هذا الشوط الأول هي الهجوم. هناك بعض الخيارات الخططية غريبة تبدو لي. ماركو كوبر هو أطول لاعب
والمسدد يسجل دائما من 9 امتار ولم يسجل يفعل شيئا. الدفاع من الناحية الثانية ليست سيئة مع بوي يذهب إلى هانسن وإلى كوبيار بعد ذلك، لكن أعتقد أن في الهجوم لديهم إمكانيات. في بي اس جي لديه لاعبون آخرون ويمكن أن يستغلوا هؤلاء اللاعبين. عندما نلاحظ أن كوبيار بهدف وحيد وهانسن بهدف وحيد، ألا ترى أن هناك خلل؟ I think they had they bought أعتقد أنهما في العام الماضي هناك منافسة من هو صانع اللعب لبي اس جي وهو لا يلعب. بوينوفيتش هو أيضا صانع ألعاب ولا يلعب، ولكنك تلعب بهانسن ونارسيس وهما مدافعان، ليس هناك إذا سلاسة في اللعب. ولو كان هناك دفاع قوي من مونبوليي وأوميار طبعا هذا صعب. شريف، ما هي الجزئيات التي قد تصنع الفارق اليوم؟ لاحظنا وماذا مثل ما قال روك أن دييغو سيموني غيابه أثر، لكن عندما نشاهد كيف تعامل المدرب كانيين نلاحظ أنه عرف كيف يجد الحل إلى حد الآن. هل الشوط الثاني ربما فريق البي جي يعرف كيف يغلق المنافذ أمام ماتيو غريبي وكومبري ودوليناس الذي وجد الحل؟ يعني زي ما قلت كده ان هو اذا فضل مستمر البي اس جي في الدفاع ال 6-0 اللي هي المتقدمه ديت هيدي فرصه لعصام تاج ان هو يلعب على اذا لعب على مركز البيفوت او لعب على الاجنحه او الخط الامامي هيبقى عندهم فرصه ان هم ياخدوا كور سهله ان هو لان هو طبعا بيتقدم جدا بره خارج ال 9 امتار وبنشوف فوري بيغلط كتير قوي. يعني هم لو لعبوا ركزوا على فوري اعتقد ان هم ممكن ان هم يقدروا يحرزوا اهداف اكتر من كده. الفريق طبعا مومبيلي اعتقد ان الفريق يعني البي اس جي لازم ان هو يخليه هو لعب فترات بس 6-0 على 6 امتار او على 7 امتار دي كانت متعبه او مرهقه للفريق مومبيلي لان كان الوحيد المصوب من الخارج هو اكومبري وهم يعني اكومبري ما جابش غير مثلا هدفين فقط لو هو لكن اذا تقدم بره بيدي فرصه للخط الامامي ان هو يلعب للفريق مومبيلي. أولوك الشوط الثاني كيف ترى فريق البي جي؟ هل سيواصل اللعب بنفس هذه الطريقه ام سيقوم المدرب جاردون حسب درايتك به كلاعب يعني ربما يجد الحل على مستوى الهجوم لان هجوم البي جي وجد صعوبات كبيره خاصه بالنسبه للخط الخلفي نارسيس وهانسن وكوبيار؟ I don't expect any لا أتوقع أي تغييرات كبيرة في بيزي. أعتقد أن الشوط الثاني سيكون فيه هدف أكثر أن يمكنهم الاستمرار بهذا النسق. لا أعتقد هو أعد المباراة من قبل، هناك تفاصيل صغيرة فقط تكون تغييرها. سوف نرى بحسب حراس المرمى ولا ننسى أن أفضل المسجلين جايتش هو سريع جدا. من سيكون أفضل؟ الروبيا من الناحية الثانية. من سيكون أفضل في الدفاع مرة ثانية؟ شريف، دور الجماهير كانت كبيرة، أرجعت فريق مونبوليي بعدما كان مهزم بثلاث أهداف. أكيد يعني إحنا دايما بنقول ما دام في جمهور يبقى الجمهور هو رقم واحد، هو اللاعب رقم واحد اللي هو يقدر يحمس اللعيبة إنها حتى لو هي فايزة إنها تقدر تدوس على اللقاء وإنها تقدر إنها تكمل. فطبعا يعني دي أفضلية لفريق مونبوليي إن هو معاه عامل أرض والجمهور لصالحه لغاية دلوقتي، هو ده اللي مخليه إن هو قدر إن هو يرجع للقاء بعد ما كان خسران ثلاث أهداف. شكرا لك شريف، شكرا لك روك. طبعا نذهب إلى أرينا سويتس مرة أخرى والشوط الثاني، وطبعا مقابلة مثيرة جدا وطبعا تستحق الانتباه والمشاهدة دائما عبر قنوات بي إن سبورتس.